أيمن حفني لاعب وسط نادي الزمالك رحل رسميا زي ما قلت لكم، أنا قلت لكم من أسبوع أن أيمن حفني خلاص هيروح للمقاصة وكلاكيت. ثالث مرة دايما في كل موسم أيمن حفني بيمضي والزمالك يقعده، يمضي في المقاصة وما يروحش حتة تانية، يمضي في المقاصة والزمالك يقعده، لكن خلاص رسميا مقابل 3 ملايين جنيه. اللاعب تواجد امبارح في مقر شركة بمصر المقاصة وأنهى كل الاتفاقات المالية والمادية، وإحنا الأسبوع اللي فات زي ما قلت لكم إن أيمن حفني هيروح مصر المقاصة وخلاص، واللي هو بكر سليم كان معانا امبارح وقال لنا